عشان انت راجل مهزأ واني ما بفهمكش. انا عايز اسألك سؤال، ده مثل؟ لا دي تويته. تويته؟ ايوه انا احب اتوت، اجيب توت واتوت وانا امشي اتوت في الشارع. بقول لك ايه يا شيخ البلد؟ إيه؟ ما تتوتش مني في الموضوع. الحق انت عندك ارض في القاهره؟ لا ليه؟ اصل كل ما افتح التلفزيون يقولوا ارض الجلف وارض الجلف، مش دي ارضك؟ اكيد جلف غيري، ما فيش غيري يعني. اكيد بس انا اكلت من عندك شويه سندوتشات عسل، عسل والله من المحل عندك. محل ايه؟ البنك. ايه لا يا عم اكيد بغل غيري، هو مفيش بغل غيري انا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ نجرب اعمل لنا كوبايتين شاي كده نصطبح قبل ما العمده ييجي. انت سخن؟ انت عايز حاجه تطلع من دوار العمده؟ ده طخ اخوه عشان سندوتش مربى. يا مجنون والله العظيم، انتوا بلد مجانين كلكم. شيخ البلد يا شيخ البلد، ايه دي يا شيخ البلد؟ ايه الحمارة الجديدة اللي انت جايبها دي؟ شفت يالا دي عليها رجول فظيعة. إيه؟ بس انا لقيت عينيها عمالة تدمع كده، قلت اقعد معاها تفضفضني. والله العظيم قعدت معاها فضفضت لك؟ سمعت لها والله. صعبت عليك؟ والله ما هي البهايم بتحس ببعض. إيه؟ بس انا برضك ما رضيتش اعكسها، خفت لجحش يزعل. لو انا هزعل ليه؟ انا قلت برضه يعني يكون عندك. كل يوم تبهدلنا حضر كده. انت لسه شفت حاجه؟ انت نصاب يا حرامي، انت ايه اللي ماسكه في ايدك دي؟ انا ماسك مطوه عشان لو اي جن ركب اي واحد قالوا فيها جن. لا ده احنا اشيه. اذا انت بتحضر العفاريت ولا بتثبتهم؟ بس يعني انت ايه؟ انت يا دجال يا نصاب يا حرامي، ايه اللي جابك هنا؟ دي قعده كبارات البلد. انا ما جيتش من مزاجي يا اخوي، انا يا سيدي الرشاح جالي بالليل. جالي بالليل وقال لي فيها فيها ده دجال، ده تفضل قاعد كده والعمدة يجمع كل القرية وانت ما تروحش ليه؟ هو التهبل ولا اهبل؟ طب والله العظيم انت عيل دجال ونصاب وحرام، ولا جالك رشاح ولا جالك نيلي. اقسم بالله اسخطك قردي دلوقتي. والله العظيم ما تقدر اوديك. والله العظيم اقدر اسخطك. بس لا اسخطك قردي وتبقى زيي. استغفر الله العظيم. لا خلاص. ايوه كده نحترم نفسنا، انا عارف اللي انت زعلان مني. ايوه زعلان، فاكر لما ميلت عليا وقلت لي لو عايز تخلف اجري حوالين التين عمال؟ في ليلة ضلمة مش ماشيلي في عز الظهر قالع لي مالته بتجري على الترعي. ايه ده هو جري مالته في عز؟ والله العظيم في عز الظهر قالع مالته ماشي على الترعي وبيسمع حماقي ومبسوط. طب مش كنت تقول لي كنا نجيب الموبايل نصوره ونولع الانستجرام؟ يا ولا احنا فيها يا معاك الموبايل معايا، تعال نعمل يلا. له فيديو دلوقتي يلا اهو معانا دلوقتي شيخ البلد اللي ما بيخلفش. يلا خمسه بوه خمسه هوانيو خمسه الوفاء. يلا يالا نزل الفيديو ونزل الدنيا. بس انت هو بس يا رجال يا نصاب يا حرامي. طب ما سمعتش انا في ليله ضلمه دي؟ ما سمعتها بالذات انا يا حبيبي. بس على العموم سيد الرشاح جالي تاني. هو بيجيلك ولا بيلبسك؟ اسكت. قال لي عشان تحل مشكلة الراجل ده هي كلمة واحدة اللي هتحل كل حاجة. عليك نور. ايه هي بقى الكلمة اللي قالها لك؟ قال لي عشان يخلف لازم يتنيل يتجوز الأول. ايه ده؟ هو أنت عايز تخلف من غير ما تتجوز؟ ما أنا رايح لدجال. ما أنا لو متجوز وعايز أخلف بروح لدكتور عمرو أدريسي. أيوه يعني أنت عايز تتكسر ذاتياً يعني؟ ما تجننوناش معاك. والله اهبل عيل اهبل عيل. ايه خلاص بس اهدى اهدى بس يا حاج سالم. هو بس اقول لك على حاجه، العمده جاب اكل جوه الدوار ولا لسه؟ ده جايب بطه جوه عليها رجلي. انا مالي النهارده ببص للحيوانات بصتنش.
كنت لسه بتكلم على الحمارة و... في ايه؟ ده تفسروا بايه ده؟ تقريبا عجز يعني. بص يعني البني ادمين مش راضيين يتعاملوا معاك يتعامل مع الحيوانات عادي. انا جوه الاكل جوه كله. لو في اي اكل قول لي على طول. ما تقلقش ده في بطايه جوه. يا يلا سلام. انت بتخبط بتعمل ايه؟ خش يا حبيبي مستني حد يفتح له. ده دجال يعدي من الباب وانت اي كده عبيط. دجال ونصاب وحرامي. ما انت اي عبيط في البلد بينصب عليك. طب هات بقى الفلوس اللي نصبت عليها فيها يا اخوي. قصدك يعني ان انا عبيط؟ ده انت اهبل. انت بتشتمني يا شيخ البلد. ايوه انا محترمك والله بس عشان سنك. والله اديك بالجزمه على بوزك ولا تعرف تعمل اي حاجه والله. جمعت اهل البلد؟ جمعتهم كلهم الا المعلم زرزور. قالوا لي بس ان هو لسه في البندر لسه ما جاش. اول ما يجي هيبلغون على طول. انا جيت يا بلد معفني. انا جيت يا بلد منتني. ازيك يا شيخ البلد؟ ازيك يا معلم زرزور؟ عامل ايه يا شرابي؟ تمام الحمد لله. ده انا شفت حاجات في البندر يا اولاد. باين باين على اللبس. الله فظيع اللبس دي. ده اديداس. اديداس؟ انت لسه شفت حاجه؟ ده لبس ده حاجه خفيفه كده. انما انت ما شفتش بقى يا شيخ العمده. مين شيخ العمده دي؟ انت ما شفتش بقى يا شيخ البلد. ايه انت ما شفتش بقى الموضه وصلت في ايه بقى في البندر؟ الرجاله بنطلونات بقت الموضه تبقى ساقطه لحد هنا. وبيقول لك كل سنه هتنزل شويه عن اللي قبليه لحد ما كمان كام سنه هتبقى لحد هنا والرجاله هتمشي كده. ايوه الموضه دي قديمه انا عارفها من زمان. ليه؟ من وانا عيل صغير اما احب اخش الحمام بنزل البنطلون وامشي كده عادي. يا ريم ايوه ثواني انا عايز افهم بس. يعني هو القمصان هتغطي لحد البناطيل؟ لا القمصان العكس هتطلع لفوق وتدي. يعني القمصان فوق والبناطيل تحت؟ اه. طب والفرق ده مين هيعالجه؟ المتحرش. ايوه صح المتحرش ده مش هيسيبه حد في حال. اه ده انا شفت حاجات يا اولاد. ده كمان ايه بقى موضوع اللبس دي هيريح كتير لان المتحرشين مش هيعرفوا يفرقوا بين رجاله وستات. وهو الرجاله تشيل عن الستات شويه. يعني احنا نشيل عن الستات واحنا نشيل الطين؟ في ايه ده اذا كنت انا بالجلابيه وبتحرشوا بي. يلا انت شكلك حكاوي كتيري. اوصل انا الكشك اجيب لك حاجه ساقعه تقعد تحكي لنا براحتك. لسه هتجيب حاجه ساقعه وتفتحها ده انت قديم قوي. ده انا شفت في البندر مكنه نزلت فيها الحاجه الساقعه تحط الفلوس تنزل لك الحاجه الساقعه. صح والله. والله رحت وقفت قدامها احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه احط فلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. جالي واحد قال لي خلاص يا عم الحاج خلي الناس التانيه تشرب. قلت له ثلاثه بالله العظيم ابدا طول ما انا بكسب مش ماشي من هنا. احط الفلوس تنزل لي الحاجه الساقعه. بتكسب انت فلوسك راحت في المكنه. المهم المتعه يا اهبل. على رايك منور. إيوه. الحمد لله على السلامة. انت عارف يا واد اغرب حاجة شفتيه ايه؟ ايه؟ الفنان محمد فؤاد. صح والله. اه ماشي انا في الشارع لقيت واقف في لجنة واللجنة مبهدلينه ومش عايزينه يمشي وهو عمال يغني لهم. غنى ايه؟ ربيط حزامي وماشي من غير صوت طفيتي جنبي والكاسيت بريموت اشرب سيجارة طفي من بره مجروح وبصرخ يابا بس من غير الصوت. الله 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 عجب صوته قوي بقى عجب صوته اداله 3 سنين الحمد لله. الله بقول لك ايه؟ ايه موضوع الاجتماع ده يا ولد؟ ايش هتشيخ البلد انا ما اعرفش. ايه الموضوع ده؟ العمده عايزنا في حاجه هنعرفها دلوقتي. طب انا اروح بقى البيت البيت اجيب البيت ليالي بيتي ونيجي على الاجتماع على طول. خلاص ماشي. كتك دهية في رزالتك. ماشي. سلام عليكم. سلام يا معلم زرزور. ورحمة الله وبركاته. ايه دي؟ شفت المعلم وهو بيغني؟ شفت البندر. ايه ده؟ ده جاي من عرب جوت تالنت ده ولا ايه؟ ايه؟ والله شفت صوته بس انا سقفت له وصوته كان وحش. ايوه. بس بقى عشان يمشي. يلا. يلا. خد يا ولد الزغاريت دي، امك هتتجوز تاني؟ ما اعرفش والله امي ايه؟ امك دي ارنبي عماله تتجوز كده اي حد، في ايه؟ لا لا انا امي في البيت والله. ايه الزغاريت دي كلها يا حاجه؟ ربنا يملى قلبك بالفرحه، في ايه؟ رونالدينهو بعت لي دفع على الفيس وكتب لي يشعر بالمحبة. يشعر.